عدنا لكم مجددا المشاهدين الكرام مشاهدي الحدث 24 مباشرة من ثلاثاء بوقدرة. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدين الكرام على المباشر نساء يرمون ملابسهم الداخلية استقبالا اللي كما كيقولوا هما شرفاء البحيرات. فهذا معتقدات اللي كيامنوا بها هاد العيالات او هاد الناس اللي كيجيو هنا. كيقول لك المرأة انا ما عاودت لي واحد السيدة عفوا المشاهدين الكرام كما قلنا بان النساء كيلوحوا الملابس الداخليه ديالهم بغيه في بالنسبه للبنات اللي مازالين ما مزوجينش كيرميو هذا الشيء على الطريق وكيستقبلوا به كيف ما كيقولوا الشرفاء ديال موسم البحيرات اللي كيجوا من منطقه البحيرات. ف صراحه طقوس غريبة ولأول مرة غادي نشاهدها. كنتمنوا مشاهدينا الكرام تقول لنا اشنو بان لكم في هذا الشيء وشنو هو الرأي ديالكم في هذا الطقوس اللي كتمارس او اللي كيمارسوها بعض النساء بهذه المنطقة. طقوس غريبة وعجيبة صراحة هذا الشيء يزمي القلب. بصراحة هذا شيء عجيب وغريب اللي كنشوفوه هذا الصباح من منطقة ثلاثاء بوقدرة. لأنه أول مرة غادي نشوفوا بحال هاد الطقوس كتمارس